يا نسيم اللي مايق عالشجر مقابلي، عن أهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. مستمرين معكم في تغطية خاصة أو حلقة خاصة من حلوة يا دنيا بسبب المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن. يوم أمس رهف من فترة يعني قصيرة كان في فيديو نزل حول سبب هذا المؤتمر. نعم. وأيضا المتوقع من مخرجات، فنشوف مع بعض يلا. هذا التقرير أكيد. يا نسيم اللي مارق عأرض الغار، حلفتك تجي تلعب عند مهد. إنني أعرب عن استعدادي وترحيبي المملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة المؤتمر الدولي الأول حول دور الشباب في صناعة السلام المستدام بالشراكة مع الأمم المتحدة في شهر آب المقبل. انطلاقاً من الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أثناء تولي المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة مجلس الأمن في نيسان الماضي، تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع الأمم المتحدة المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، وذلك في 21 وحتى 22 من شهر آب 2015. يأتي هذا المنتدى ليجمع أكثر من 500 مشارك من جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود وتفعيل دور الشباب في بناء السلام. لماذا الشباب؟ لأن شريحة الشباب الحالية هي الأكبر، والتي يبلغ تعدادها 1.8 مليار نسمة، لأنهم من يصنعون المستقبل وهم الأمل لصناعة السلام. لأن الغالبية العظمى من الشباب يمكنهم أن يلعبوا دوراً فاعلاً وذا قيمة كعوامل للتغيير الإيجابي. ولهذا وهنا في الأردن يأتي هذا المنتدى الأول من نوعه ليمثل نقطة تحول لينبثق عنه إعلان عمان حول الشباب، لوضع خطة دولية جديدة تهدف لوضع رؤية مشتركة وخريطة طريق واضحة للدخول في شراكة مع الشباب لمنع الصراعات ومكافحة التطرف العنيف وبناء سلام دائم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.youthforpeace.info. إذن بعد ما تابعنا هالفيديو القصير عن فكرة إطلاق المنتدى العالمي للشباب والسلام والأمن، بيسعدنا يكون معنا أحد المشاركين في المؤتمر أو في المنتدى، حسن الوير. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. مرحبا. وإحنا بنعرف أنك معجوق كتير، ولكن إحنا حابين هيك ندردش معك ونعرف أكثر عن أجواء المؤتمر. كيف كان الافتتاح وخطاب سمو ولي العهد؟ الافتتاح كان كثير حلو، كثير منظم. خطاب سمو الأمير كان شامل، حكى بكثير أمور بتخص الشباب، يعني وأعلن إعلان كثير مهم اللي هو تبني الأردن لأجندة دولية بتخص الشباب والأمن والسلام، ونقلها من الأردن لمجلس الأمن في الأمم المتحدة. هذا رح يكون ضمن منظومة يعني معتمدة من قبل الحكومة، من قبل الدولة الأردنية، ضمن يعني ليست رسالة عمان ولكن اسم عمان كمدينة أو يعني عاصمة للأردن أيضا يعني تحتضن حدث من هذا النوع، وأنت أيضا عضو في هاي اللجنة صحيح؟ نعم. نعرف عنها لو سمحت. هلا. اسمها وأيضا نعرف عنها. أطلقنا إشي اسمه إعلان عمان. إحنا إعلان عمان. إعلان عمان. اللجنة مكونة مني أنا وكمان 5 أشخاص غير أردني وغير عرب حتى. نعم. اشتغلنا عبر سكايب، وصلنا 10,000 اقتراح من 10,000 مشارك من أنحاء العالم، قبلوا منهم 500 واحد يجوا المؤتمر، والعشرة آلاف اقتراح يجانا كتبنا منهم إعلان عمان. هلا اليوم اللي رح يصير رح يجتمعوا الفورمز المجالس ويناقشوا الإعلان، وكل واحد يعطي رأيه بالإعلان إنه هذا نزيد هيك نعدل كذا. فهلا موجود هو مسودة الإعلان. الليلة رح نشتغل على تجهيز الإعلان كامل، وغدا صباحا بصوت الشباب على الإعلان. إذا نجح بتتبنى الحكومة الأردنية وبتمشي فيه خطوة بخطوة للأمم المتحدة عشان يصير إعلان دولي زي إعلان جنيفا للحروب، إعلان سيداو لحقوق المرأة،
إعلان دولي يعتبر. وأعتقد كمان خلال يومين الماضيين كمان سمو الأمير كان له مناشدة أو طلب من كل الشباب لأنهم يشاركوا في نفس. نعم طلب منهم يشاركوا على تويتر بكل واحد يعلن إعلانه، زائد إنه يشاركوا عبر الويب سايت. هلا كمان بدنا نفتح مجال للكل، مفتوح المجال عبر www.youthforpeace.info اللي هو ويب سايت المنتدى. الشباب كلها تشارك، يعني هو المؤتمر فكرته إنه مش بس الموجودين هون، الموجودين هون هم يمثلوا بلاد بس. ممثلين بس، كل الشباب بالعالم من ناشدهم يشاركوا معنا بالمنتدى عشان ناخذ افكارهم ونحطها داخل الاعلام. نعم. يعني زي ما حكينا بالبدايه وفؤاد حكى نقطه كثير مهمه بانه عاده يمكن الشباب بيحكوا مشاكلهم، ولكن لما يكون في طرح يمكن لاجنده او لحلول بيكونوا الكبار قاعدين، فاليوم المنتدى هو اكبر مثال ونموذج بانه فعلا شباب بفئة عمرية صغيرة اليوم قاعدين وعم بتناقش، وزي ما قلت الباب مفتوح لكل الأشخاص المتابعين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يشاركوا ويكونوا لهم صوت. هل تعتقد اليوم حسن بأنه هذا المؤتمر رح يعيد هيبة الشباب بشكل عام؟ لأنه زي ما قلنا للأسف الشباب اليوم شو الأخبار اللي عم نسمعها عنهم؟ قتل ودم وتطرف وإرهاب. هي فكرة المؤتمر إنه الشباب مش بس هم أسلحة ويستخدموا في الحروب، وهذا حكى كمان جون كيري وحكى سمو الأمير كمان في خطابه قبل شوي. فكرة هذا المنتدى إنه الشباب بيقدروا يقعدوا طاولة الحوار، الشباب تقدر تناقش، تقدر تنتج حلول، هذا هدف المؤتمر. طبعا بمساعدة الكبار لأنه بآخر النهار هم اللي عندهم خبرة، هم اللي بيعرفوا كيف، بيساعدونا وبيدلونا. ولكن ما كان عندنا حدود نتقيد فيها، ما كان في عندنا خطوط حمر احنا بنكتب بالإعلان، كان المجال مفتوح نكتب اللي بدنا اياه وقديم نكتب اللي بدنا اياه. وهلا الشباب اذا عندها اقتراحات بنزيدوا عليه. هاي فكرة الإعلان هذا. وأيضا شبابنا الأردني طموح، يعني تشوف الشباب جوا. هلا امبارح كان عندنا اجتماع تحضيري يجوا كل المشاركين عليه. الشغف الموجود من الشباب الأردني أو العربي أو العالمي، كل الشباب جايين بشغف وبطموح وبيحكوا وبيسألوا وبيحاوروا. وقاعد معنا مستر أحمد هنداوي وقاعدوا يناقشوا ويحكوا معاه، يعني في شغف للأمر. نعم. طيب حسن بدي أسألك، الآن أنت مشارك في كل الورشات أو في بعض الورشات، ممكن تعطينا بس فكرة؟ لأنه مثلا إحنا أمامنا في جلسة يمكن، وكمان عمالنا بنسمع الآن. أنتوا بعد الجلسة الافتتاحية انفصلتوا لأكثر من قاعة، مزبوط؟ هلأ بدهم ينفصلوا لخمس قاعات، في كل جلسة بتناقش إشي، وموجود عدة لغات كمان عشان ما بتمثكم الإنجليزية وعلى العربية، ما بتمثكم العربية وعلى الفرنسية. نعم. موجود عدة لغات بتوزعوا على الجلسات، وكل واحدة بتناقش موضوع فيه الحوار والمعارضة، وفي اللي هو التعايش والعيش المشترك، في محاربة الإرهاب والتطرف، التعليم ومشاركة الشباب في العالم الاجتماعي الاقتصادي. هذول من الأدوات الموجودين، ورح يضلهم يتوزعوا هيك. وبنفس الوقت رح يكون عندنا بوث موجود فيه الإعلان عشان يجوا الشباب يعدلوا عليه، يعني يكون إحنا موجودين. أنا راح أكون بالبوث، يكون موجودين بنيجي بنسمع رأيهم إنه ليه نعدل هاي النقطة، ليه نزيد هاي النقطة، وبناخذ آرائهم ونعدل عليها. بس كمان كل ندوة بتصير أو كل جلسة قاعدة بتصير بطلع منها تقرير كامل لآراء الشباب. بعدين الندوات مش إنه بقعدوا زي محاضرة جامعة وبيجي دكتور بشرح لهم وبطلع. الندوة ما فيها متكلم، بنعرض فيديو وناقشوا واطلعوا بتقرير. فهي هاي الفكرة من هذا الإشي الغير، إنه مش عم تستمع بس طول الوقت، أنت عم بتقدم وبتاخد نفس الوقت. نعم. عملية تفاعلية، يعني مش بس متلقي أنت إذا عم تحضر المنتدى. اللي بحب أسألك عليه، يعني ما أعرف إذا بتقدر تعطينا بحلقة اليوم من حلوة يا دنيا، كونك كنت من الأشخاص اللي زي ما قلت عملوا وشاركوا في عمل المسودة للاقتراحات إن شاء الله والأجندات اللي عم تحاولوا أنكم تطبقوها من خلال اجتماعكم اليوم بهالمنتدى. ممكن نعرف منك بعض، يعني إحنا قرأنا بالصحف عن أبرز المواضيع أو الموضوعات الرئيسية اللي رح تناقشوها بالمنتدى، نريد أن نعرف بعض من الاقتراحات اللي كتبتوها بهاي المسودة. أوكي. هلا المسودة هي بتتمحور حوالين أربع قضايا رئيسية. هي محاربة التطرف والعنف، المساواة بين الجنسين، التعليم، مشاركة الشباب في العالم الاقتصادي الاجتماعي. هذول أربع قضايا رئيسية. جوا كل قضية حطينا مشكلة، بعدين بتحط الحلول والجدول الزمني. فكل دولة كمان دول محددة بفترة زمنية معينة، يعني مش زي إعلان وخلص من هون 300-400 سنة عمل بدك إياه، لا أنت محدد لعام 2017 بدك تسوي كذا. من الاقتراحات الموجودة هي بتأثر، خلينا نحكي على وطننا الأردني بشكل عام، بلدنا، اللي هي أنا بشوفها البطالة عندنا مشكلة. فحل البطالة زي ما حكى جلالة سيدنا هو الريادة، العمل الريادي، الانتربرنورشيب،
دعم الرياديين، فحطينا المؤسسات العامة والشركات الخاصة لازم تدعم الرياديين، يصير يعطوهم إعفاء ضريبي بدل دعم الرياديين. فهاي الاقتراحات، لما يدعموا رياديين هو بيأسس مشروع جديد، ولما يأسس مشروع جديد بيأسس فرص عمل جديدة، وبيحسن اقتصاد الدولة وبيقلل نسبة البطالة. حسن، حضرتك طالب جامعي. نعم، مزبوط، بالجامعة الألمانية. ما شاء الله، اسم الله عليه. بتشوف برافو، كيف بتشوف نظرة الشباب العرب المشاركين؟ لأنه إحنا عم نحكي شباب من كل أنحاء العالم، وحتى ليش بس العرب، من كل أنحاء العالم، كيف عمالك بتشوف يعني من عيونهم، من الجلسة الافتتاحية، يمكن الجلسات التحضيرية، كيف شفت نظرتهم للأردن؟ في شغف، في طموح للأردن، نظرتهم للأردن، هم جايين متوقعين الأردن نتنقل عجمال في منهم لسه الغير عرب، خليني أحكي. لما إجوا للأسف هاي الفكرة النمطية. بس لما إجوا انصدموا كثير، حبوا. مبارح كمان طلعنا مع بعض كل المجموعة على مطعم فلافل وحمص، قعدنا وحكينا وهيك، وطلعنا معهم إشي، طلع نزل معنا أشارة الرينبو، إشارة على البلد، وزعنا، أخذناهم لفيناهم بالبلد. حلو. يعني استمتعوا، حبوا الأردن، حبوا البلد، حكوا لي ما منيجي هون ليه سياحة. في منهم كان خايف إنه رجع على الشرق الأوسط، ما في النظرة السطحية، خلينا نسميها النمطية. نعم، البسيطة. بس لما إجوا هيك هم جايين متحمسين على المؤتمر ككل، إنه هم بدهم يعطوا العالم. هم تنقوا من بين 10,000 مشارك، يعني 10,000 واحد قدم، هم من قبله، فهم أفضل إشي من قدم. أنا هذا السؤال صراحة وصلتني تويت من بسمة، بتقول بأنه كيف ممكن، إن شاء الله بيكون في دورات قادمة للمنتدى، كيف تمت مشاركتك؟ يعني هلأ تفضلت وقلت بأنه في كان يعني الناس بتقدم وبعدين بيختاروا النخبة، على أي، شو المواصفات والمقاييس؟ حطوا ويب سايت بيقدموا عليه، كانوا يحطوا التعليم، لازم تكتب آرائك، أراءك من ناحية اقتراحات هيك، فهم أفضل اقتراحات جابوها. أو مثلا إذا كانوا 20 واحد من نص اقتراح نقوا واحد منهم عشان ما يجيبوا كلهم نفس الرأي، فهم هيك كانت النسبة. إحنا استدعوني، أنا كنا أسسنا المؤتمر الأردني نموذج الأمم المتحدة، هذا هو، يعني أغلب الشباب أو مش أغلبهم، من كلهم إشي. إلهم نعم، إلهم دور. نشاط صح. إلهم نشاط شبابي، تطوعي أو شبابي، في منظمات صح. في جمعيات معنية في الشباب طبعا، في جمعية حقق جوا كمان، مبادرة حقق، مبادرة سمو الأمير حسين، موجودين بعدد كبير وشغيلة ما شاء الله عليهم. نعم. إحنا أسسنا نموذج الأردني نموذج الأمم المتحدة، اشتغلنا عليه تحت رعاية سمو الأمير فيصل، كنا وعلمنا الشباب كيف الأمم المتحدة بتشتغل. أيوة. علمناهم كيف الحوار، فهو تقريبا نفس المبدأ. أنت بتعرف ليش أنا سألتك حسن، سوري على المقاطعة، لأنه بعض الأشخاص بيفكروا بسلبية، إنه يعني طب يعني فلان ليش هو يحضر المنتدى؟ هذا اللي عم نحاول نبينه، إنه لا، هو في عمل، كل شاب موجود اليوم هو فعلا قدم يمكن أعمال تتعلق بالشباب. إذا بتفوت إلى جوا، حتى مبارح كانت كيف نتعرف على بعض، كل واحد يمسك ورقة يكتب اسمه ومن وين وإيش ساوى. فكل واحد عنده مبادرته، يعني مبارح كانت جلسة كل واحد عنده جمعيته وعنده مبادرته، إيش عنده 17,000 متطوع تحت إيده، إيش عنده 10,000 متطوع. فما تسمع الأرقام إنه بتكون انتهي، إنه ناس بتشتغل لخدمة العامة طول الوقت وهم لساتهم شباب. نعم. حسن الور، شكرا لك. شكرا. أنت جيتنا يعني على عجالة بسرعة. وقت البريك، كل الشكر لك، بتمنى لك التوفيق على الصعيد الشخصي، بتمنى كمان لكل يعني زملائك من الصبايا ومن الشباب بشكل عام النجاح في هذا المنتدى. شكرا لك مرة ثانية، نورتنا في حلوة يا دنيا. شكرا، نورتنا، كل التوفيق لإلك، وإن شاء الله مزيد والمزيد من الاقتراحات الهادفة اللي رح تفيد مجتمعنا الأردني والعربي بشكل عام. Thank you حسن الوير. شكرا. وإحنا مستمرين معاكم بهالتغطية الخاصة للمنتدى العالمي للشباب والأمن والسلام، ولكن بعد الفاصل.